رجعت لنا بعد الفاصل ومعانا صدقوني نجمي كبير والله ما يعني انا مش قادر اديله حقه على الهوا ولسه هنقعد الوقت اللي باقي وهنتكلم على حياته في تاريخ تنس طاولة. نجم عمل مراكز وعمل بطولات وثلاث اولمبيات وكاسات عالم وبطولات وارقام ومع كل ده هو عضو في قلت لكم في لجنه الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين هو رئيس لجنه اللاعبين العرب هو عضو في الاتحاد الافريقي للاعبين المحترفين وخلي بالكم هو كان سايب الموضوع ده بمزاجه. هنفتح كل حاجه مع كابتن سيد لاشين. كابتن سيد منورنا. منور بيك الدنيا يا كابتن خالد. مش عايز اقول لك يعني لما بيتقال اسم سيد لاشين قدامي في التنس طاوله انا خالد العودي بكون سعيد جدا. تاريخ الله فضل من ربنا ونعم الحمد لله رب امين على ربنا اكرمنا بيه في مشكرين على الانترو الجميل اللي حضرتك ده انترو خفيف والله ده لسه الانترو هيقص ده لسه داخلين في كلام كتير. كابتن سيد بيقول لك انت كابتن النادي الاهلي عايزين نقول بس الناشئين كابتن سيد لاشين بدا ازاي اكيد الناس ما تعرفش وعايزين رحت ملعب تنس طاوله ازاي. انا عارف المهم بدات في النادي الاهلي بدات انت مواليد اسكندريه مظبوط قول لي بدانا ازاي رحت الملعب تنس طاوله ازاي او رحت ترابيزه تنس طاوله ازاي بدايه الموضوع خالص. ايوه كان صدفه 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 بقيت احسن حاجه خالص ما الحمد لله اللي بيقولوا رب صدفه خير بالظبط اتفضل. عمتي الله يمسيها بالخير كانت في عمره وجابت مضربين كده فكنا بنلعب بيهم انا واخواتي زمان كانوا بيعملوا كده فعلا تمام بس كنت بلعب راكت بقى لا مضربين بينج بونج بس اللي هم تعبانين خالص يعني جابتهم ولعبنا بيهم الحمد لله انا واخواتي كويس. اول واحد لعب بينج اصلا في العيله ابن عمي احمد لاشين ده اول واحد كويس تمام راح وابتدى يلعب ولعب مره بطوله جمهوريه مراكز شباب وبعد كده سافر لعب مع منتخب مصر مراكز شباب رجع قبل غزو العراق باربع ايام حلو قوي غزو الكويت والعراق الحمد لله ربنا تمام اللي هو جه مصر الحمد لله رب العالمين تمام اخويا الكبير راح ابتدى يلعب وبعدين بقى انا ايه دخلت في رجل البنطلون مع اخويا محمود بقيت اروح معاهم وبتاع الحمد لله ربنا كرمنا بعد كده بعلي كمان والدنيا كملت ويعني البنج بقى الموضوع مشى كتير معانا الحمد لله مشي كتير الحمد لله مشوار كبير يعني. بداياتك فين في اسكندريه؟ اول حاجه كان مركز شباب الظهريه حيل بعديها نادي الرمل كويس بعدين حصل مشكله في نادي الرمل رجعت للمركز تاني كويس بعدين رجعت نادي الرمل تاني حلو دول كل دول رايح يعني جاي. سنه سنه رايح جاي بالظبط تمام وبعدين اتنقلت للسبورتنج ودي كانت من الحاجات اللي هي بقى طفره كبيره بالنسبه لك بالنسبه لي كابتن سيد كان بيحلم يلعب في النادي الاهلي وهو بيلعب في الظهريه ولا كان الحلم ده ما كانش موجود؟ هو يعني مش هقول لك كان حلم ان انا العب في نادي سبورتنج اصلا حاجه كبيره ده كان حلمك ان انا العب في نادي سبورتنج كويس تمام وكان واحد برضو من الناس اللي هم اساتذتنا الكبار كان الله يمسيه بالخير بقى اذا كان عايش عشان مقطوع عنه بقاله كتير كان قال لي انت يوم ما هتلعب في النادي ده هتبقى حاجه كويسه قال كده تمام لكن لعبة تنس طاوله محتاجه شويه امكانيات كويسه فما كانتش موجوده لا في المركز ولا في ولا في نادي الرمل الامكانيات اللي تسمح ان انت تنفع بس كان في ناس برضو يعني مستشاره لي بخير ففضل الله سبحانه وتعالى يعني دخلت نادي سبورتنج ومن اخر اول سنه يعني اول سنه في الاول ما كنتش متوفق فيها كويس تمام في اخر سنه عملنا ثالث جمهوريه خسرنا من الاهلي سيمي فاينل وخسرنا من الاهلي في الفاينل تحت 17 وتحت 21 كويس تمام ودي كانت البدايه السنه اللي بعدها الحمد لله رب العالمين خدت ابتديت على وشك ان انا اخش المنتخب هايل اللي بعدها خدت بطوله العرب تحت 17 سنه كل ده وانت في سبورتنج خلاص تمام كده انا في سبورتنج حلو ده الحلم اتحقق الحمد لله الحمد لله رب العالمين دخلت خدت بطوله العرب تحت 17 سنه السنه اللي بعدها كنت بفضل الله سبحانه وتعالى يعني بطل مصر الرجال ما شاء الله اتنقلت ازاي للنادي الاهلي موسم انتقالات ولا انتقلت ازاي؟ موسم انتقالات ما موسم انتقالات ما كانت مشكله بالنسبه لي فكرنا قول لنا ايه المشكله؟ لا عايزين نعرف بقى لا طب قول لي يا كابتن سيد معلش عايز اعرف اول يوم دخلت في النادي استقبلت الخبر ازاي انت رايح النادي الاهلي اتغير فيك ايه جوه النادي الاهلي؟ طب خليني اقول لك بقى اليوم اللي كان بدايه الموضوع ان انا اتنقلت سبورتنج توايس قول لي انا رجعت من النادي رايح نادي الرمله اتمرن كان مدرب الكابتن جابر خدني وتعالى احنا هنتمرن في سبورتنج النهارده. اوكي اتفضل جواهد يلا بينا خدنا تاكسي ورحنا اتمرنا ورجعنا تاني كويس. يوم برضو نفس القصه تالت يوم نفس القصه ما كنتش واحنا ما بنتمرنش في النادي ليه؟ قال لي ما خلاص احنا بنلعب في سبورتنج. لا والله انا هلعب في النادي انا ما اعرفش والله
وتمت اللهم لك الحمد يعني الحمد، ودي كانت النقله. نقله الاهلي وسبورتنج من سبورتنج للاهلي دي كنت خلاص بقى كبرت وانا قادر اقيم الموضوع. الحمد لله رب العالمين. يعني انا كنت يعني كان موضوع صعب بالنسبه لي، يعني انا بحب سبورتنج جدا تمام. يعني كنادي نادي كبير برضه لا تاريخ الصاله يعني الصاله اللي انا لحد دلوقتي لما بنزل اسكندريه لازم اروح النادي، لازم ما ينفعش ان اروح ما اروحش بتروح ما ينفعش، لازم اروح ولازم اتمرن هناك. طب هو بص، هو في حاجات بتعرض على الشاشه وانا مش عارف اتكلم ولا بص على الشاشه يعني، بس عايزك تقول لي يعني كل صوره ليها كلام معاك. طيب دي كانت في نيجيريا تمام، خدت تاني ساعتها بعد عمر عصر هايل، وخدت تاني كاس افريقيا برضو بعد ارونا تمام. في بطولتين وصلت انا فاينل في الاثنين وما حصلش نصيب يعني الحمد لله، بس الحمد لله يعني كان برضو نتيجه كويسه بالنسبه لي لان كان عمر وارونا دول احسن حاجه. ارونا ده كان من اعظم لعيبه نيجيريا صح؟ ولسه السنه دي لسه السنه دي واخد احسن لاعب في نيجيريا كويس ما شاء الله، تمام احسن لاعب في كل الالعاب يعني هو كده ما شاء الله عليه يعني تمام. طب قول لي دي حكايتها ايه؟ دي الانديه الافريقيه وده تقريبا ده كان ماتش في المجموعه مش الفاينل، احنا لعبنا الفاينل مع امبي والحمد لله كسبناهم يعني يعني اللهم لك الحمد. من الحاجات اللي كانت جديده علينا وده يمكن ده ما كانش الفاينل برضه، ده كان سيمي فاينل. لا لا ده البيلي، اه سوري معلش، ده برضه في الانديه الافريقيه انت عارف يعني حمدته ده إيه؟ اسطوره ده اسطوره ده حبيبي والله ده حبيبي بتلعب معاه والله هو ليه قصه برضه هو نفسه انا بلعب معاه يعني لما بنسافر مع بعض او حاجه بتمرن معاه عادي يعني بتمرن معاه لا هو ما شاء الله يعني بيكسبك؟ لا دي صعبه شويه ما بنش نلعب ما بلاش عايزين ما نجيبوش على التليفون دلوقتي اقول له تقول له تكسب لا هات والله بيلعب لا ده حبيبي ما شاء الله بيلعب كويس بيقف يعني بيقف يصد مع اي حد يلعب معاه يعني حاجه هايله هو مش معجزه بالساهل يعني معجزه طبعا طب هنرجع لكابتن سيد لاشين تاني وهنروح للبطولات الكتيره ما شاء الله عليها. في بطولات في حياتك اكيد مش هتنساها، اكيد في بطوله جواك هي اللي خلت كابتن سيد لاشين يتحط في التراك ده. خليني اللي هي يعني من اعز البطولات عليا كانت الفرانكفون سنه 99 99 كنت بلعب كاس عالم هاندبول صح؟ صح وانت انا دي يعني الحمد لله كنت خلاص دخلت التراك بعد ما دخلت المنتخب وابتديت اسافر معاهم وكده فكان ترتيبي واحد وطلعت الفرانكفون وانا هناك بفضل الله يعني ومن الحاجات السعيده ان انا الحمد لله خدت ميداليه من اربعه. هايل. يعني مصر خدت اربع ميداليات دهب كنت انا واحده منهم. هايل. واول مره حد بيتهيألي في تنس طاوله انا مش عارف التاريخ بالظبط ان حد يشيل علم بلد في الختام. ما شاء الله. تمام في الختام فانا في كنت تنس طاوله. فانا انا بتكلم على اللعبه يعني. بتتكلم على بيتك انت شلت علم مصر. بالظبط. في ختام دوره الفرانكفورت. فانا لما شلت يعني خدت الميداليه الاول وكان ساعتها الله يمسيه بالخير سياده العقيد خالد ثابت ده يعني من الناس اللي اثرت في حياتي جامد جدا وليه فيا حاجات كتير قوي ربنا يبارك له. ده كان بمقام والد فعلا المدرب الوالد ده ينطبق على الكابتن خالد ثابت. ده وانا بلعب يعني هو حصل الطفره اللي بدايه سبورتنج انا احتضني اول ما دخلت سبورتنج بعديها خطوه بخطوه فكان بيبان النتيجه ان يعني دلوقتي احنا بقينا كسبنا بطوله مصر والحمد لله ربنا كرمني في 99 برضو خدت كاس افريقيا وابتديت بقى ليا نتائج كويسه فكان نفسه ان انا اكسب حاجه دوليه فجت البطوله دي طلعت وكانت كندا وهو طلع على حسابه معايا على حسابه تمام وحضرتك عارف يعني التكاليف والحاجات دي فالموضوع كان صعب او تكلف مكلف يعني هو ما استخسرش فيا الحمد لله رب العالمين وانا فاكر ان انا بعد ما كسبت اخر بونت خلصت الماتش وسلمت على الحكم بدور عليه قعدت بدور عليه في الصاله مش لاقيه والله العظيم والله لقيته جنب اللجنه المنظمه ودموعه في عينيه فبقول له كوتشو انا اخسر تعيط اكسب تعيط احنا ساعه مصر كده خليم حرام عليك يا كوتش قال لي انا حلم من حياتي اتحقق حلم في حياتي ان اتحقق وانت حققته ودي اللي فدي بالنسبه لي الكلمه ذات نفسها كبيره قوي ان انت تكون اداه في حلم حياه حد تاني تقدر تحقق حاجه وتقدر توصل لنتيجه يمكن هو شايف او عنده نظره ان انت تقدر توصل للنظره دي فكان بالنسبه لي يعني ان انا احقق حلم حد
ده بالنسبه لي حاجه كبيره قوي. طبعا بالنسبه لمجد شخصي والحاجات دي كلها حاجات حلوه، بس يعني لما تكون النظره دي في نظره يعني واحد بمقام الوالد، موضوع مختلف، موضوع مختلف جدا. جميل. يعني حاجه، لا حاجه رائعه واحساسها لحد دلوقتي انا بحس بيها لحد دلوقتي. يعني لما بشوفه او بتكلم معاه برضو بحس ان هو والد واخويا واخويا الكبير وحبيبي وكل حاجه، يعني ربنا يبارك له والله. طيب هتاخدني في حته، كابتن سيد عنده مراحل كبيره ومراحل كتيره، مين المؤثرين في حياه كابتن سيد لاشين؟ كتير، الموضوع هيقعد كتير معانا. طب هناخدهم، مش هناخدهم مجمل عشان انت بتقول الموضوع كبير، لكن خليها في الاسره الاول. حاجه العائله اللي هي الام والاب والعيله اللي انت تربيت في وسطيهم، اعتقد شالوا معاك كتير. اكيد طبعا، يعني ابويا وامي دول ربنا يبارك لهم، الله يرحم امي يعني وربنا يبارك في عمر ابويا يا رب. طبعا عمتي وعمي، عمتي امينه وعم حسن، دول يعني مش هقول لك شايلني من على الارض شيل في كل حاجه. تمام. مع ابويا طبعا في كل حاجه من وانا صغير، هم دول يعني هم زي ما تقول كده ايه، يعني متبنييني من وانا صغير كده دون عن اخواتي حاجه تانية. قول لي تعالوا معاهم بيكون ازاي؟ يعني انت بتقول انا دون عن حاجه تانية عن اخواتي، مع ان كلهم لعبوا تنس طاوله وكلهم كانوا نجوم. يعني هو عشان يمكن انا، احنا العيله كلها عيله مترابطه الحمد لله وعلاقتنا ببعض كويسه جدا، بس هو كنت انا اول واحد دخلت المنتخب، فابتديت ان انا ابعد كتير قوي في سفريات وحاجات كده، فبيصعب عليهم ان يعني ان انا مش بكبر وسطيهم. فكان يعني بحس دايما بالحنيه زياده لما انا لما برجع. طيب هرجعك للتاريخ ورا زمان قوي. نرجع نرجع. بيقول لك ايه، انت بتلعب يا ابني روح ذاكر، يا ابني روح ذاكر. كان باباك ربنا يديله الصحه يا رب كان بيقول لك كده؟ لا خالص، ما بيضربكش. لا 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 لا، ممكن خالص. يمكن مره واحده انا رحت المدرسه متاخر، رجعت ماما ضربتني بس، انما بس في حياتي كلها ما كانش يقول لك سيب اللعب ولا او روح ال لا 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 خالص، لا خالص. ده انا قعدت سنتين في اللي هم اول سنتين دول فاكر ان النادي خميس وجمعه. والله كنت خالد اروح النادي بالليل، خميس بالليل وجمعه الصبح بس. بس هو ده النادي. والكابتن يقول لي ما بتجيش تمرين ليه؟ ما اعرفش. لحد بقى اللي هي الرجعه الثانيه بقى بعد سنتين كده، عرفت ان النادي بيشغل كل اسبوع، بيشتغل خميس وجمعه. طيب كابتن سيد، يعني اعتزلت دولي مايو اللي فات. انا خالد العودي بقول لك ما شاء الله تقدر تدي وبتدي وبتنجز وبتحقق بطولات، ليه اعتزلت؟ ليه قررت القرار ده؟ هو قرار صعب اكيد، يعني أكيد. مش سهل على لاعب وعلى واحد اصلا انا بحب اللعبه، يعني حتى لو انا اعتزلت دولي ومحلي وكل حاجه انا برضو هروح تمرين وهتمرن. انا التنس طاوله انا بحبها، يعني هي عندي لحد دلوقتي مهما خدت منها من احتراف هي لحد دلوقتي هوايتي. انا بحب التنس طاوله. انت تمام؟ بتستمتع بس في حياتك بالزبط. في التنس طاوله بالظبط، هي دي من الحاجات على فكره، الكلمه دي بالظبط، كلمه استمتع. الكلمه دي عملت يعني بيك جامد قوي في حياتي، لان انا كنت بلعب كويس بس ما بش عارف اكسب. مدرب كابتن ايهاب العيسى والله يمسيه بالخير قال لي استمتع وانت بتلعب، قال لي الكلمه دي والله العظيم بالنص يا كابتن خالد. اول ما قال لي استمتع لقيت النتائج ابتدت، الكيرف بتاع النتائج ضرب جامد بسبب كلمه. تخيل اللي انت، انا واحد ماسك بتمتع لما اجي اتفرج على كابتن سيد لاشين، حاجه بتسعدني. عارف انا بكلمك بصراحه، يعني عارف انت ما تحسش ان العيب واقف في الملعب مخنوق ومتضايق، عارف انت واحد بيعمل حاجه بمزاجه بكيفه. احنا كلعيبه كنا ممكن نتحط على ضغط عصبي شويه، اكيد عندك ضغط عصبي بتحط فيه، لكن شايف انت بتلعب فعلا باسلوب مختلف. هو الضغط برضو ينقسم في مرحلتين في حياتي، يعني او ثلاث حاجات بالظبط. وانا في سبورتنج ما كانش في ضغط قوي، انا كنت ساعتها رقم واحد، اكسب اخسر تمام. في حته في سبورتنج بيحبوا اللي هم يعني تبقى بعد الاهلي والزمالك تمام. بعد كده لما جيت الاهلي عرفت يعني ايه الضغط. كان كابتن اشرف صبحي كان يقول لي انا نفسي يوم ماتش الاهلي والزمالك ده يعدي. ليه؟ كسب خسر مش مشكله، بس اليوم يعدي. اليوم تمام؟ يعدي. يعني احنا مثلا بتحضر انت من الماتش من قبلها بيوم، بنكون مخلصين ماتشات المجموعه وعندنا بكره ماتش الزمالك. فانا الجو ده انا ما عشتوش غير لما جيت الاهلي. عرفت يعني ايه ضغط، وعرفت يعني ايه تنشن، وعرفت يعني ايه روح. لا روح، روح ده موضوع تاني، روح ده قصه تانيه خالص. كمان النهارده جاي لابس احمر النهارده. لا ده روح البلوفر الاحمر.
روح من الاوفر الاخر يعني دي دي مثلا الصوره دي دي روح شفت جت ازاي الصوره بعروح جت الصوره من عند الله قبل عند الله ايه هقول لك انا قولي كانت الصوره دي يعني الفضل طبعا بعد ربنا سبحانه وتعالى في الصوره دي كان للكابتن طارق هو صاحب اقتراح ان انا اقعد ده فاينل سيدات مش فاينل رجال هايل كان السيدات خسروا الماتش الاولاني كويس وانا كنت مسافر ساعتها رجعت قال لي لازم تقعد مين في الصوره معاك كابتن طارق هو أول واحد كابتن احمد عياد مدرب السيدات كويس تمام وانا الثالث وانت الثالث اللي هو التيشيرت الاسود تمام فهم صمموا ان انا ابقى موجود مش يعني مش اكتر من الدعم الروحي يعني انا علاقتي بالفرقه البنات كويسه طبعا كابتن دينا سافرت معاها وشفت مواقف كتيره هي وقفت فيها تحت ضغط وان انت تكون رقم واحد في الاهلي ما حدش هيحس بيها غير رقم واحد تمام فانا حاسس بالضغط اللي هي عليها تمام فعشان كده يعني انا كنت مبسوط قوي ان انا موجود في الوقت ده لان كابتن طارق بيدي كوتشنج كويس قوي احمد بيدي كابتن احمد بيدي كوتشنج كويس قوي بس حته النفسيه دي تمام بيبقى لود جامد على اللعيب رقم واحد انه لو هو خسر الفرقه خسرت ومش اي فرقه دي فرقه النادي الاهلي طبعا فموضوع كبير جدا فانا حاسس الضغط ده وانا قبلها بيوم كنت بلعب فاينل يعني لما رجعت كان هم هيلعبوا الماتش كمان كام يوم اخر يوم احنا لعبنا فيه هم هيلعبوا بعديها يعني خلصنا الدوري في الماتش ده احنا خلصنا الدوري قبلها بيوم هايل تمام فكنت كان في فرصه ان انا اقعد من غير تنشنه تمام تمام فانا نزلت والحمد لله رب العالمين انا علاقتي بدينا كويسه دينا برضو كانت صغيره لما انا جيت النادي الاهلي كلهم كانوا صغيرين وكده الفرقه كلها والله فالحمد لله لما قعدت تمام انا كنت يعني تقدر نوعا ما دكتور نفساني بطبطب عليهم في وقت الشده ووقت الزنقه اقول لك حاجه بصراحه اتفضل عارف انت كنت واقف في الملعب عارف انت سخونيه الملعب لسه جواك انت جوه الملعب انت حاسس بالضغط مع كل الاتجاهات يعني انا ممكن اتفرج على ماتش هاندبول ما اقدرش اديهم في الوقت اللي انا موجود فيه اقدر اديهم كلام كويس وحماس وروح لكن انت حاسس الكيرف امتى طالع امتى العيد ده بيزود عليها امتى بيقل امتى بيخاف امتى بيخاف احساس موجود امتى قلبه جامد انه احنا انت عارف ان يعني احنا يعني احنا اصحاب قرار في اللعبه يعني اللي بيلعب هو اللي بياخد قرارك. القرار طبعا تمام فامتى انت من نظره العين ببقى عارف اللعيب وهو بيلعب الوقت ده هو خايف ولا لا قادر يعمل اللي احنا طالبينه منه ولا لا ببقى يعني حاسس بالحكايه دي فبيبقى سهل عليا ان انا اقول بدل انت عندك الاحساس ده هتقدر توصله للعيب تديله ثقه تمام او اللي انت بتفكر فيه غلط اخره شويه يعني ينفع تعمله مثلا كمان 3 4 بوينت تمام فدي الحته دي سنس شويه انا في يعني في الموقف اللي كنت واقف فيه ده انا والله لا كنت بكاتشن ولا بعمل حاجه مش اكتر من روح بس روح مع الفرقه والحمد لله رب العالمين يعني ربنا يجازيهم خير كلهم يعني رفعوا راسي وخلوا حتى واحد صاحبي كتب كلمتين كده على الفيسبوك قال يعني وجود سيد على في الكرسي عمل يعني عمل حاجه جديده ما كانش حد اللي هو يعني واخد باله منها انها حاجه زي اللايف كوتشنج يبقى في كرسي بتاع لايف كوتشنج مش بتاع بينج بونج تمام بينج بونج كابتن طارق الله يبارك له واحمد عياد قايمين بالموضوع تمام بس في حاجه في وقت مضغوطين قوي وما شاء الله الفرقه بتكسب بقالها كتير طبعا فان انت تخسر هيحصل دروب في اول ماتش ويبقى بقى خلاص الماتشين الجايين دول ماتش كاس اللي هيكسب هو خد الدوري خلاص يخلص على طول فكان موضوع صعب فالحمد لله رب العالمين اوديت يعني اوديت الحمد لله وربنا كريم معاك عندنا تجربه في حياه كابتن سيد لسه موجوده اعتقد تركيا او تجربه الاحتراف تمام احترفت بره تركيا ولا احترفت في تركيا بس؟ احترفت في تركيا وفرنسا كويس يعني بالترتيب كده تركيا فرنسا السويد وبعدين رجعت تركيا تاني تركيا كان اول طلعه ليا الحمد لله رب العالمين يعني اول سنه خدت تالت دوري السنه اللي بعدها خدت الدوري وكاس دول قضيت فيها سنتين بعد كده رحت السويد لعبت مع اعظم لاعبين العالم اللي هو والدنر ده اعظم لعيب في تنس الطاوله جه في التاريخ كان في حاجه حلوه قوي ان انا مجرد بس ان انا العب معاه مش شرط ان هو يعني انا لعبت معاه وهو كبير في السن تمام
بس خدت حته لسنس التعامل مع الحاجات الكبيره، الماتشات الكبيره قوي، لان انا دايما باخد الحاجات على صدري قوي يعني، اللي هو ايه، وبالذات المسؤوليه والحاجات دي ببقى الموضوع بالظبط كبير. فلما رحت هناك لا، هم بيتعاملوا على قد الحدث. يعني انا زمان لما كنت اخسر مثلا ماتش ولا حاجه، خش البوتقه بتاعتي ما اطلعش منها مصر كده. خلاص كده. اخد الموضوع على صدري جامد. انا كده كده انا بلعب تمام، ومحدش يكلمني وخلاص، تعب، حاسس بالذنب جامد. لقيتهم هم لا، انت اجتهد على قد ما تقدر، اجتهد اكتر مما تقدر. بس بعد الماتش خلاص، اللي تقدر تعمله بقى تصلح عيوبك في التمرين، او تبتدي تجتهد في التمرين عشان تداري العيوب اللي انت خسرت بسببها. فده برضو فكر يعني زودني في حته تانية، ما لهاش علاقه في البينج بونج قوي. بس زودني في حته تانية من تلاتي تفكير وطريقه تفكير. عندنا مين محترف في النادي الاهلي؟ كام واحد؟ البيالي، وفي دول هم اللي في الفرقه الرسمي، انا والبيالي وعمر طبعا وخالد عصر. تمام، هم دول موجودين يعني. سو عمر ما بيلعبش معانا خلاص. خلاص انا عارف طبعا. لكن خلينا في البيالي. تمام، شايفه جنبك في الصوره وشايفه جنبك في كل حاجه، ايه اخباره؟ ده صغير، اخويا الصغير. اخوك ولا ابنك؟ لا اخويا الصغير. ابني ده ابني لسه عنده 5 سنين. بيضايقك بيضايقك وانت في المعسكرات ولا حاجه؟ بيضايقني؟ بيضايقك ممكن؟ لا ما خالص، لا مفيش حد يدينا الحمد لله. قالوا كده عليك، قالوا كابتن سيد حاجه مختلفه، كابتن فريق مختلف، عايزينك تقول اي حاجه كنت على البيري عشان اخده على التليفون واقول له ده بيتكلم عليك مش اي كلام. كابتن بيري مساء الخير. نور يا كابتن سيد، ازي حضرتك؟ عايز اجيبه في الكلام، معرفتش، عايز اقول له اي حاجه يتكلم عليك. ما طلعش، اخدت بالك؟ مفيش. مفيش يا كابتن بيري. قول لي يا كابتن بيري، تقولي على كابتن سيد ده شيء. والله انا بسلم على كابتن سيد الاول، ومنور هو حبيبه بوب احمر اللي هو لابسه ده، وبسلم على حضرتك طبعا يا كابتن خالد. حضرتك وحشني جدا. الله يكرمك يا بيلي، تسلم. والله كابتن سيد لاشين وجوده فارق معانا جدا في النادي الاهلي ان شاء الله، وكان نفسي كمان كان يكمل في منتخب مصر معانا، بس هو للاسف اخذ قرار الاعتزال، وهو ممكن يكون ادرى واحد يعني بالقرار اللي هو اخده ده. بالنسبه للنادي الاهلي يعني، ووجوده معانا يعني مهم جدا في النادي، بيساندنا. موضوع الخبره ده مهم جدا عشان هو اكبر واحد في الفرقه عندنا. بيساندنا في كل حاجه بره الملعب جوه الملعب، بنستفيد منه كتير جدا، فوجوده مهم جدا. وهو كابتن فريق، واتمنى ان هو يبقى موجود اطول فتره ممكنه معانا يا رب. ادعي بقى بيالي. كابتن محمد البيالي، يعني هنسيب كابتن سيد لاشين معانا وهنتكلم معاه في الحوارات كلها، لكن قول لي اخبار تركيا ايه، واخبار ماتشاتك ايه في تركيا، وبتعمل ايه في تركيا دلوقتي؟ تمام، ماشي الحال الحمد لله. في تركيا احنا ابتدينا الدوري من شهر كده، لعبنا اول 4 ماتشات. انا بلعب في نادي فنربخشة، فكسبنا الحمد لله اول 4 مباريات. هايل. وانا دلوقتي موجود بنلعب بكاس الاتحاد الاوروبي، انا اول مره العب كاس الاتحاد الاوروبي معاهم. لعبناهم السبت اللي فات، فرقه من اسبانيا. بس للاسف احنا خسرنا 3-1، بس انا قدرت اكسب مباراه. دي كانت ضد لاعب برتغالي، اللاعب المحترف بتاعهم، وخسرت المباراه الثانيه من اللاعب بتاع منتخب اسبانيا. بس للاسف احنا يعني حطينا رقم 2، عندنا رقم 3 عشان يحاول يكسب الماتش، واحاول انا وانا نازل مع اللعيب بتاع اسبانيا رقم 1 يبقى 2-1 لينا. بس للاسف هو خسر، فنزلت واحنا خسرين 2-1، كنت محبط شويه فخسرت المباراه دي. واتمنى يعني يوم السبت عندنا مباراه العوده في اسبانيا يوم السبت، اتمنى ان احنا ان شاء الله نعمل نتيجه كويسه يعني ان شاء الله نعوض المباراه اللي فاتت. كابتن بيالي، احنا هنتواصل معاك يعني، ومبسوطين ان انتوا كلكم لعيبه محترفين بره. هنتواصل معاك، ويوم السبت يوم الاحد الجاي باذن الله هتابع معاك عملت ايه في المباراه، وان شاء الله نبارك لك، وان شاء الله تعدي، وحاجه مشرفه جدا جدا ليه لعيبه تنس طاوله في النادي الاهلي. شكرا كابتن بيالي. ان شاء الله ربنا حبيبه بوب. ميرسي، ربنا يكرمك. احتراف لعيبه التنس طاوله في الهاندبول عندنا، انا بطلع احترف بسيب النادي الاهلي واطلع احترف في بلد. تمام. بالتنس طاوله بتلعب هنا وبتلعب هنا وبتلعب هنا، عايز افهم ايه المنظومه؟ احنا يعني اللعبه مش يعني ما عندهاش، احنا الماتش مثلا بياخد له يوم، ما عندناش اصابات، ما عندناش حاجات كتير اللي هي ممكن تبقى موجوده في الالعاب الجماعيه. ف
فبيبقى في فرصة ان انت تقدر تروح وتلعب في اكتر من دوري، وفي دول بتسمح ودول ما بتسمحش. فاحنا الحمد لله يعني لعبت الاهلي يعني اغلبنا بيجي لنا عروض من الدول اللي تسمح وما تسمحش. بس احنا دايما بنختار الدول اللي تسمح عشان يبقى فيها يعني يبقى النادي الاهلي موجود في الموضوع. تمام، ما ينفعش نلعب يعني انا احترفت كل السنين اللي احترفتها الحمد لله وبلعب موجود مع النادي. تمام، هي بس فترة فرنسا انا قعدت شوية يعني عملت إقامة هناك وكل حاجة وعشت هناك، بس برضو موجود مع النادي الأهلي. يعني جيت هنا ألعب الدورات المجمعة. تمام، إنما في الحياة عموما أنا حياتي هنا في مصر وبحب أن ألعب، وبرضو نفس اللعيبة كده. يعني الدوري في تركي مناسب بالنسبة لنا، إحنا بنروح مرة كل شهر تقريبا نلعب 3 أيام ونرجع تاني. فدي بالنسبة لنا أنت خلاص أنت عايش ومحترف برضو في نفس الوقت. عندي حاجات كتيرة جدا والوقت بيجري وهنفضل قاعدين وهنطول الوقت، نمسك الوقت شويه. بجد والله الوقت بيجري معايا. حققت القاب مهمه جدا الحمد لله، 2013 او 2012 في لندن اول لاعب عربي افريقي مصري يوصل لدور 32، صح؟ الحمد لله رب ادي واحد فضل الله. الحمد لله دخلت افضل، يعني عايز تعلق عليها سريعا، 100 دخلت من احسن لعيبه من 100 احسن اول 100 في العالم، مظبوط. حققت ثالث العالم 2013 في الصين، ارقام كتيره والله. هو كل ده يعني بفضل ربنا سبحانه وتعالى ودعم الناس اللي موجودين حوالينا، مدربين النادي، الجهاز، الاتحاد، ناس كتير قوي يعني شاركت في الموضوع. فانا ما بحبش انسبها لنفسي ان انا بس الموهبه او الكلام ده، زملاتي طبعا اللعيبه اللي كانوا موجودين معايا، كل ده بيبقى عارف بيبقى توفيق ربنا، وممكن توفيق ربنا يجيلك بدعوه انت ما تعرفش هي جايه منين. فالحمد لله انا مقتنع يعني قناعه تامه ان كل ده بفضل الله سبحانه وتعالى. يعني انا بجتهد بحاول ان انا اجتهد على قد ما اقدر في اي حاجه، انا ما بحبش افشل في حاجه. تمام، بس بحاول اخد باسباب اي حاجه. فانا على قدك الاجتهاد، تمام، بنزل الماتش ايا كان المنافس، واذا كان سوبر ستار او لعيب ضعيف بنزل اجتهد معاه، مش مجرد ان انا هكسب وخلاص. النهايه ربنا كاتبها زي ما هو ربنا سبحانه وتعالى كاتب البدايه، فانا يعني راضي باللي ربنا اكرمني بيه. في النهايه انا سلمت على الحكم، ودايما كده في دماغي ليس في الامكان افضل مما كان. ما ينفعش ان انا اكون بلعب ماتش واتدلع فيه والماتش يطول او اخسره، تمام، واقول واطلع بعد الماتش اقعد الوم نفسي. طب ما انت كان الموضوع في ايدك، انت اللي اتدلعت وانت اللي خسرت نفسك. فابتديت بقى امشي في السكه دي ان انا لعيب جد ومركز في الموضوع. فالحمد لله رب العالمين، يعني ربنا سبحانه وتعالى ان الله لا يضيع اجر من احسن عمله، ونحسبه على الله ان احنا بنحسن العمل. يعني بتلف العالم ما شاء الله، حر والله مش بقول عليك، بس بتلف العالم بطولات وتاريخ و و و وعندك اسره صغيره صندوطه كده الحمد لله. عندك بناويت مين، ولاد مين؟ عندي حسين ما شاء الله اتولد وانا موجود في فرنسا في طوله وانا محترف في فتره فرنسا. وعندي خديجه الحمد لله اعتزلت يعني قبل ما هي تيجي باربع ايام. اعتزال دولي، الاعتزال الدولي قبليها باربع ايام. وجت خديجه، ومراتي امل رشوان ربنا يبارك لها، يعني نعمه من عند ربنا الحمد لله، الزوجه الصالحه نعمه. يعني تقول على مراتك نعمه، دي حاجه جميله. هي صعبه في الزمن. خليك على الهوا، بتتفرج عليا على فكره، خد بالك بجد سيد، لازم تقولها كلمه ليه. هي اللي شايله، وهي اللي شايله البيت، وهي اللي شايله. خلينا نقول ان زوجاتنا كلهم في الحياه العمليه هم اللي شايلين كل حاجه. بجد تقولها ايه وانت راجل لعيب وبتسافر وتروح وترجع وانت مش متواجد في البيت؟ طبعا اكيد بشكرها، ويعني ربنا يبارك لها ويديها الصحه. الموضوع انا عارفه صعب، لان احنا يعني حتى سبب يعني من حتى موضوع السفر والكلام ده، الرياضيين عامه بيبقوا في البيت الموضوع لا مساعده ولا حاجه، الستات هي اللي بتبقى هامه بالموضوع فروم اي تو زد. طبعا العيال طبعا ما لناش فيها، احنا نلعب بالعيل 5 دقايق وخد ابنك وخلاص. على طول هي حياتنا كده فعلا، يعني احنا ما عندناش خلق ان احنا نقعد ندادي ونطبطب، كفايه الشد العصبي اللي الواحد بيشوفه بره. يعني ف ربنا يبارك لها ويديها الصحة، ويعني ويكتب لنا العمر المديد مع بعض والسعادة إن شاء الله. تقول لي دي جاية البنوتة بقى حبيب بابا؟ دي جاية برزقها، دي زي ما بقول لك العيال جايين برزقهم، دي ما شاء الله. يعني دي جت بعد كان بعد بطولة العالم، بعدها تقريبا بشهر، أقل من شهر كنت خلاص مسكت لجنة اللاعبين العرب، بعدها بشوية ترشحت في لجنة الاتحاد الدولي. تمام،
وكنت خلاص موضوع ما تجريش ما تجريش بالكلام خالص. مش عايزك تجري، لا انت عايز تخلص عشان الوقت. لا مش عشان الوقت، ما تجريش احنا قاعدين كويس. لا قول لي ايه موضوع ما شاء الله عضو لجنه اللاعبين الدوليين بالاتحاد الدولي، تمام، وعضو لجنه ورئيس لجنه اللاعبين المحترفين العرب، صح كده؟ من غير محترفين، لجنه اللعيبه العرب كلهم، وعضو لجنه اللعيبه الافريقي في الاتحاد الافريقي عضو. وانا اللي عارفه الخلفيات ان انت كنت هترشح رئيس وانت سبتها بمزاجك، ليه؟ نبتدي بافريقيا. طيب انا اترشحت الاول لعضويه لجنه اللعيبه الاتحاد الدولي. كويس. في الاتحاد الدولي الاول بيترشحوا ازاي؟ الاتحاد الافريقي بيختار واحد يمثل قاره افريقيا. كويس. فانا كنت بمثل قاره افريقيا في الاتحاد الدولي، دي المره الاولى. كويس. فخلاص بقيت انا عضو طبيعي في اللجنه، وما كانش في لجنه لعيبه في الاتحاد الافريقي. كويس. مش موجوده خالص. حلو. فالمهندس خالد الصالحي هو رئيس الاتحاد الافريقي، فقلت له يعني ما ينفعش، وحتى ده كان الناس يعني في اللجنه عندنا في لجنه اللعيبه كانوا بيتكلموا في القصه دي. قلت له ازاي يعني احنا نبقى موجودين لعيبه وملناش صوت؟ مجلس اداره الاتحاد الافريقي موجود والدنيا كلها، واحنا اللعيبه اللي انتم موجودين عشاننا احنا ملناش صوت. يعني كل واحد بيجي يشتكي او بيجي يقول كلمه او حاجه مضايقاه او حاجه بسطاه زي ما يكون، بس بيقولها بصفه وديه. لازم يبقى في حاجه رسمي عشان نتابع اذا كانت الحاجه دي هتتم ولا لا. فقال لي يعني، قلت له انا نعمل لجنه لعيبه. تمام. فانا وهو قعدنا واتفقنا على الاعضاء. طبعا حضرتك عارف ان مصر ونيجيريا دول اكبر دولتين في تنس طاوله في افريقيا، فما ينفعش حد ما يبقاش موجود من نيجيريا. فكنت انا هبقى بالتبعيه ان انا عضو في الاتحاد الدولي وبتاع، فده هيبقى كده انا هبقى موجود. وفي نيجيريا لازم نختار حد، فكان في الوقت ده هو شوجان تريولا، ده اسطوره من اساطير افريقيا في تنس طاوله. هو الاسطوره ولا انت الاسطوره؟ انا هو لا انا اتكلم على زملائي اللي ما اتكلمش عليا. فهو حاجه كبيره قوي في نيجيريا. تمام. فانا يعني خالد قال لي يبقى موجود، قلت له يبقى موجود. فلما هو يبقى موجود انا زمان هو اكبر مني، تمام، اكبر مني يمكن مثلا بسبع ثمان سنين. فقلت لا هو يبقى رئيس اللجنه، هو يبقى رئيس اللجنه يعني تكريما ليه وللسي في بتاعه والاحترام. دي كانت اللجنه دي. طب بص انا والله اسف اقطع عليك. لا انا مش بعملها، بس فعلا هم بيقولوا يختم، فقلت لهم هنزود شويه، بس عايز اسئله سريعه جدا عشان لازم نختم، هنتكلم بسرعه جدا انا وانت. خلاص. لجنه الاخلاق يعني ايه؟ اللي حضرتك متواجد فيها كل حاجه تخص المشاكل او الحاجه اللي ممكن لعيب يغلط فيها او يعملها، واحنا المفروض لو الاتحاد عايز يعمل عليه عقوبه او حاجه احنا واحنا اللي بنحدد العقوبه. لجنه الجماهير مش لجنه الجماهير، لجنه الجماهير تقول جماهير النادي الاهلي. والله احنا من غيركم يعني الموضوع بيبقى صعب، وجودكم في المدرجات طبعا احنا المدرجات بتاعتنا صغيره. بس مدرجات الكوره لما مثلا يعني ماتش الاهلي والترجي لما كان موجود هنا في مصر حاجه فعلا واحد بيتكلم روح وردت شكل ورد. الناس وهي موجوده التشجيع الحاجات دي، فرقه بتقدر تعمل حاجات تانية خالص غير يعني اللي هي حتى لو في مشكله وجود الجماهير بيعالج اي حاجه فنيه موجوده تحت. هو لو قلت لك تعالى تاني يوم الثلاث الجاي هتكمل عشان انا لازم اخد خلاص بيزعلني. يوم الثلاث هبقى في اسكندريه مع الفرقه عندها بطوله، ممكن الثلاث اللي بعده بقى. كابتن سيد صدقني انا عايز اكمل معاك لان عندي بص عندي ورق كتير والاسئله كتيره. احنا خلصنا كام ورقه؟ بس ما خلصناش، خلاص نص ورقه. خلاص نص ورقه. طب لينا زياره ثانيه؟ ان شاء الله. حاضر انا يا كابتن خالد عشان نكمل مع جمهور. كابتن سيد بشكرك بجد، لعيب كبير، لعيب عظيم، من الاسماء اللي هتحفر في تاريخ تنس طاوله في مصر ان شاء الله، وربنا يتمم لك الخير في المرحله الجايه. ربنا يبارك فيك. نورتنا وشرفتنا في النادي الاهلي وقناه النادي الاهلي، وربنا يبارك فيك كلكم. شكرا جزيلا. ربنا يبارك فيك. النهايه نشكركم والى اللقاء.